عينك تبقى على الحمام دايما علشان تقدر انك انت تنتج حمامتين كويسين. ادي 1 2 3. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مشكلة حصلت عندي من الأصوص اللي هي اللحم، فالحمد لله عالجتها. أنا هتكلم برضو من خلال الفيديو عن ايه اسباب ترويق الحصى. تمام، خليكم معايا كده يا جماعة، ثبت بقى الكاميرا ونشوف دلوقتي هنعمل ايه. اول حاجة يا جماعة هنعملها هو السيلينيوم اللي احنا جبناه. بص الازازة لونها ايه وشوف الشكل بتاع السيلينيوم اهو، ده برضو من الصيدلة البيطرية، لونها عامل زي المسترد ده بالظبط. تمام، ده سيلينيوم ممتاز جدا. هتلاقي برضو اللي هو الايطالي هتلاقيه لونه عامل زي لون العسلي كده، لونه بني. تمام، المصري بقى هتلاقيه لونه شفاف خالص. ده احسن نوع من السيلينيوم اللي انت ممكن تشتغل بيه. الازازه دي تمنها ممكن يكون 15 جنيه او ما يقرب من 20 جنيه، اهي صغيره اهي. انت ممكن تجيب زيها كده، هتجيب منها 4 مرات لو ب 20 جنيه مصري، فما تسترخصش في الحمام بتاعك. طبعا عشان ما تقعدش تعمل مقياس لنفسك شرطه بالسرنجه او الكلام ده وتتعب نفسك، فانا بجيب قطاره زي دي كده اهي، بفتحها بالطريقه دي كده اهي يا جماعه، اي قطاره عندي في البيت، واجيب السرنجه دي كده اهي، نسحب بقى من السيلينيوم بتاعنا. وهنجيب القطاره نفض فيها كده. طبعا احنا هندي السيلينيوم للاصوص اللي هي طبعا بتروق، بس قبل ما ندي السيلينيوم للاصوص اللي بتروق يا جماعه لازم نعرف الاسباب. ادي ده الدكر مثلا اللي انا هديله السيلينيوم. تمام، القص ده عندي طلع مره، والمره الثانيه روق الحصى. ايه الاسباب بقى؟ عشان في ناس بتتكلم وتقول لك انا اديت سيلينيوم والذكر ولا عنده اسهال ولا عنده قلش ولا اي حاجه ولا الكلام ده، ومفيش اي مشكله عنده ولا في عنده اي مرض. ما برضو اي مرض برضو ممكن يساعد على عدم التخصيب، مش شرط الاسهال بس. والاصوص برضو الحصى بتاعها بيطلع رايق. هتمسك بقى الذكر كده، بص الذكر ده عندنا اهو، بص غزاره الريش اللي هو في فتحه المجمع كتيره جدا، ادي اهي زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو، بص فتحة المجمع بتاعته فيها ريش كتير جدا. بتعمل انت ايه بقى؟ قبل ما ادي السيلينيوم ولا اي حاجة، بمسك الذكر كده عند الحتة دي بالذات اهي، وابدأ ان انا امسك المنطقة دي كده بالمقص يا جماعة، ما تتنتفش، بالمقص اهي الريش الصغير ده، عشان الذكر يقدر يخصب الطيرة بتاعته، وفي نفس الوقت ان انا ما اقعدش ادور على الاسباب اللي هي تعمل لي مشكلة. انا معاكم معلش واحدة واحدة عشان كلنا برضو ايه نتعلم من الفيديو. هو الذكر ريشه كتير، الذكر ريشه غزير يعني، ده بص الذكر مغطي المنطقة دي، فاحنا انت مش بتتدخل في الطبيعة ولا حاجة. انا دي اسباب احنا بنحاول ان احنا نعالجها مع بعض. واحد هيقول لي الريش ده برضه بيشوك، لا الريش ده ما بيشوكش، الريش ده النواعم. بصوا كده يا جماعه، انا فضيت له اهو الجزء اللي ورا اهو كده، مش شرط بقى ان انا حتى ان انا اعريه قوي، انا خلاص قصيت المنطقه اللي هي الريش اللي فيها كثيف. تمام، الريش الكثيف ده عشان الذكر يقدر يخصب النتاية. بعد كده بقى بمسكه، انا طبعا جايب السيلينيوم بتاعه اهو، بمسك بقى الذكر اهو كده زي ما انتم شايفين، وادي نقطتين، ادي 1 2 3، 3 نقط بالظبط للذكر عشان دي تركيزها اعلى اهو كده يا جماعه. انا بدي 3 نقط، هو يقول لي شرطه بقى مش شرطتين الكلام ده، 3 نقط. انا كنت جربت قبل كده الموضوع ده وكنت بدي حوالي 6 نقط، ده تركيزه اعلى، هدي منه 3 نقط. ما تزودش في الجرعات اللي هي بتاعت السيلينيوم ده عشان بيبقى غلط للحمام. نفس الحكايه، الطيره
الطيره مفيش فيها اي حاجه. بص الطيره فاضيه من هنا شويه، تمام، دي كده مفيش فيها مشكله. 5 همسكها بس اديها السيلينو. الذكر هو اللي كان عنده المشكله في الريش اللي هو الكثيف. عينك تبقى على الحمام دايما علشان تقدر انك انت تنتج حمامتين كويسين. ادي 1 2 3 اهو كده يا جماعه. كده بكون نهايه الفيديو بتاعي معاكم، ويا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسناش بقى بنهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، دعم لي ودعم للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.